إذا السلام عليكم متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. حنا الآن كتواجدوا بالضبط في مدينة الدار البيضاء عند هاد السيدة اللي تعرضت للاعتداء كما كتقول على اللسان ديالها من أم الزوج ديالها. عيطت لينا باش تعاود المشكل اللي عندها وتقول لنا فين ضربوها وشنو المشكل اللي كاين. السلام عليكم لالا، أنت عليكم مباشرة السلام. على قناة شوف تيفي، عليكم السلام ولدي. حاولي كما قلنا ترفع الصوت ديالك وعاودي الناس تي مباشرة. عليكم السلام خوتي المغاربة، انا جيت اليوم نعاود لكم ما طار ليا مع هاد القصة ديال هاد الناس. هاد الناس حقروني، هاد الناس حقروني وتعاملوا عليا، هاد الناس حاض مني في حقي وفي حق ولادي. كنعيش العادة مع عويس مع عدوزتي ومع ولدها، عندي محل عاطية منه الطرف ساكنة فيه، ورغم ذلك السيدة طعنني في الحق ديالي. مني كنوض كنبغيو ندويو على شي حاجة في البلاد ديالنا في دارنا، كتنوض كدير الراجل ضد الأصول. نهار اتنين سيدي انا عيطت على نسيبي يجي يركب ليا تيو ديال الماء، كنتلفت كنلقى العدوزة ديالي مليوح عليا فوق الراس ديالي، مشيت درت سيرتيفيكا ودفعت للجندارم. الله يكثر خيرهم، وقفوا معايا استقبلوني، شدوا من عندي الاستدعاء ديالي، صالحوني بيني وبينها. جيت المحالي نهار اتنين في الليل، جات المحاله باتت، الصباح صبحت عند وكيل الملك كتشكي براجلي دارتي ضد الاصول. كاينين الشهود وكاينين الجيران، كنطلب منكم اخوتي المغاربه وقفوا معايا وريوني اش ندير. ما عرفتش غندير مع هاد المراه، فين ما كنجي نهضر على حقي مهضومه فيه، فين ما كنجي نهضر على حقي كتنوض كدير راجلي ضد الاصول، ضد الاصول كدير لي. شنو ما طرا عرفتش اليوم؟ السيده اش غندير معاها. شنو طرا اليوم؟ ما عرفتش اليوم السيدي بعد 8 تاع الصباح خرج راجلي، خرج البهيم داوي خرج من برا، خرج المعيرات باش نطيب لوليداتي الفطور، خرجت من دارها، خرج راجلي هو الاول، خرجت هي من دارها قالت لي والله يا امك لبقات فيك، الا تبقات فيك قالت لي راه دكاني ولد فيا على الخلا. بنت كنغسل معنتي ما جاوبتهاش. واحد اللحظه كنتفاجئ بولدها جر زي زوار جرني من كتفي اللي حتى الكلوه من اللور. شحال من غرزه؟ عندي 30 غرزه، 30 غرزه اللي عندي في ظهري، 30 غرزه. ها هي السيرتيفيكه فيها 21 يوم، ها هي ها السيرتيفيكه فيها 21 يوم، وها السيرتيفيكه ديالها هي مع فيها 18 يوم، ها الكونترا ديالي ولدها. خلينا نصورها، ماشي مشكل، دابا نصورها عاود لنا مشكل. المهم ولدي دابا هادشي اللي كاين اخوتي، كنجي نبغي ندوي على ديالي، هاد السيده كتنوض دير راجلي ضد الاصول. بغيت الناس وبغيت السلطات تخرجوا دير تحريات مع الجيران ومع الناس فين ساكنين. الا تصاب هاد السيد دخل عندها او ضربها او هجم عليها، يديكم طويله عليا لا انا ولا راجلي. هاد السيده بغات تخلي ولادهم يتمين، انا ما عنديش فين غتجيب لي الطرف ديال الخبز، انا مريضه بعاصمتي، انا ما عنديش شري تا دوايا. هاد السيده بغات تحرم هو، تحرم هاد الراجل منه وتحرم منه ولاده. هاد السيدة فين ما كتجي دوي كتمشي دير بيه الشكاية، كتقول دير لي ضد الأصول. ما لقيتش لها سيدي الحل، ما لقيتش لها الحل، ما عرفتش فين غنمشي، ما عرفتش لمن غنلتجأ، ما عرفتش مع اللي غادي يوقف معايا، ما عرفتش ما عرفتش. بغيت الناس والسلطات يجيو يوقفوا ويطالعوا بهاد السيدة ويسولوا هاد الجيران، واش هاد السيدة ملي كتقول لهم هي تهجم عليا في الليل، واش هاد الجيران ما حداناش، واش هاد السيدة ملي تهجم على راجلي، واش هاد السيدة ما غوتاتش، واش ما بكاش، واش الجيران ما سمعوهاش. راه تهضرت بحقي يا عباد الله، راه هاد السيده كتجي دوي معاك كتقول لي فلوس خطيتك في جيبي، فلوس خطيتك في جيبي. كنجي دوي على حقي ديال ولدها باع عليا الطرف من بلادي الجيران، كنجي دوي كتلقاني ما عرفتش غادي مع هاد السيده. واخا اختي باش شنو كطالبي؟ دابا كنطالب بالناس اللي هما متكلفين، الناس ديال السلطات. هاد السيد ما يمشيش باطل، ماشي اول مره دارتها ليه، ماشي اول مره دارتها ليه، ماشي اول مره دارتها ليه. يخرجوا يديروا التحريات، ما يديروش باطل، ما خليش ولادهم شردين من وراه. هاد السيده ممتازه الفرصه ديال ضد الاصول، يعني ما كيكونوش فيها الشهود. كنتمنى من الله ومن الناس ديال السلطات ومن رجال الامن يخرجوا ويديروا التحريات ديالهم، ما يديروش هاد الراجل باطل هكاك. راه كاينين الجيران وكاينين الشهود، راه كاينين عباد الله الجيران. هي ممتازه هاد الفرصه ديال كتقول لك ضد الاصول، ما كاين ما كيحضروش فيه الشهود. راجل يبقى مع الناس الجيران برا تل 12 تاع الليل، وهاد السيدة ما سدت على الباب حتى ستة، ما سدوش جيران الباب حتى سدت بابها. راجلي ما قام اداهاش وما وصلهاش، ومني كان جاي دوي كتقول لي تكتيرو نسيطرو بضد الاصول. انا لحد الان 22 عام ديال الزواج ما عرفتش هاد السيدة بينها وبين ولدها. حتى انا راه عندي الولاد، حتى انا رانا الجدة، ما يمكنش واخا ولدي في لطفية ما غاداش نوصلو المقصد. هاد السيدة ماشي ام، ماشي ام عباد الله. حاجة واش تكون هي ام، حاجة واش تكون الأم. الأمهات واخا كيفلطوا في ولادهم كيسامحوا ليهم، وما يبقاش فيا الحال كون عكا راجلي فلط فيها. واخا لا باش يكون الميساج واضح قبل ما نختمو، رسالتك سوا للسلطات ولا رجال الدرك؟ رسالتي زوينة بلا غوا دابا، رسالتي للسلطات الله يجازيكم بخير،
الله يخرج تربيتكم على خير، ديروا التحريات ديالكم. كنت رجاكم ما تهبطوش هذا الراجل باطل. عباد الله كاينين الجيران شاهدين، بما السيد راه ما عندهاش مشكل معايا هو، راه عنده مشكل معايا انا، رانا اللي عندها مشكل معايا، انا اللي مخاصمه معايا. راجل ما داير لا حتى شي حاجه. شكرا اختي، الله يصوب، الله يدير لك شي تاوي، الله يرحم لك الوالدين. وليدي واخا تنصور لك هذيك بالكاميرا.